في الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان التي شارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وعدد من المسؤولين الدوليين ورؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وشخصيات رفيعة المستوى، قال وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله إن المملكة تشهد الكثير من التطورات الإيجابية على أكثر من محور، وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تمثل المنصة الأساسية لهذه التطورات والخطوات الإصلاحية. تشهد المملكة العربية السعودية الكثير من التطورات الإيجابية على أكثر من محور، وأنجزت خطوات إصلاحية رائدة محورها الإنسان والتنمية، ويمثل صدور العديد من التشريعات والسياسات مؤخراً تعزيزاً للإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان وتطوراً نوعياً فيما يتعلق بحقوق المرأة وتمكينها بشكل خاص. وتمثل رؤية 2030 التي وضعتها قيادة المملكة المنطلق الأساسي لهذه التطورات والخطوات الإصلاحية التي تتضمن برامج تنموية تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية عديدة تهدف إلى جعل المملكة نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على جميع الأصعدة. الحراك الدبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة لوفد وزير الخارجية يمثل انعكاساً إيجابياً للدبلوماسية السعودية في منظمات الأمم المتحدة، ويؤكد على الدور الريادي والقيادي للمملكة في منظومة المجتمع الدولي، وتتصدر المملكة الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية إيماناً منها بأهمية التكامل والتعاون والتكاتف بين دول العالم. المملكة تسعى دوما إلى عمل على حفظ حقوق الإنسان. حقوق الإنسان في المملكة مصونة على أساس الشريعة الإسلامية وعلى أساس التنظيمات التي وضعتها المملكة. القيادة حريصة جدا على الاستمرار بنهوض بالإنسان السعودي بالمجتمع السعودي إلى ما هو الأفضل إن شاء الله. من خلال كلمتها في مجلس حقوق الإنسان أكدت المملكة موقفها الثابت تجاه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحمايته. وعلى صعيد محاربة التطرف والإرهاب دعا وزير الخارجية إلى عدم إغفال ما تقوم به بعض المنابر من دعم للأفكار المتطرفة بحجة حرية الرأي والتعبير، وأكد سمو الأمير دعم المملكة لليمن في مواجهة ميليشيا الحوثي التي تسببت في كارثة إنسانية وانتهاكات صريحة لحقوق الإنسان. الحضور المتميز والمتفرد للمملكة العربية السعودية في أروقة الأمم المتحدة يؤكد على أهمية دور المملكة في المجتمع الدولي. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.